السلام عليكم، معكم مصطفى من قناة مستر بوم تك. خبر سعيد جدا جالي النهارده الساعة 8 تقريبا، أنا مش فاكر الساعة كام بالظبط، لكن الخبر ده جالي على الجيميل بتاعي رسالة من اليوتيوب بتقول لي تم حل مشكلتك مع الفيديو اللي أنت كنت طلبت إن في الفيديو ده فيه مشكلة. ببص على الفيديو لقيته فيديو رفع الساعة 4 والفيديو رجع يا شباب، يعني المشكلة دي اتحلت بمجرد ما راسلت اليوتيوب. شكرا يوتيوب جدا، هوريك دلوقتي ازاي أنا رجعت الفيديو وهوريك كل حاجة اللي أنا عملتها. كل اللي عملته هو بسيط جدا، انك هتخش هنا على الفيديو ده، عايز تاخد اللينك بتاعه هتروح هنا عند صوره الفيديو وتعمل كليك شمال كليك يمين اسف، وبعد كده تعمل كوبي لينك لوكيشن. انا طبعا بنشر الفيديو ده عشان ناس كتير كتربت مني انت لو حليت المشكله نزلها. هتخش هنا على الهلب بشكل مباشر، معرفش يا جماعه الكلام ده تقلي الهلب والحاجات اللي هتجي لك دي اعتقد في كل قنوات اليوتيوب، يعني ما بتفرقش من قناه لقناه. تمام، هتخش على الايميل، ولكن بس انا هقول لك تعمل ايه بالظبط عشان ايه الموضوع ده سهل باذن الله، وان شاء الله كل الفيديوهات اللي عندك بايظه هترجع. تمام، هتخش هنا على طول على التشانل اند فيديو فيوتشرز. تمام، تشانل اند فيديو فيوتشرز او فيوتشرز، المهم اللي هي سمات الفيديوهات يعني او حاجات الفيديوهات يعني. تمام، المهم ما تختارش مثلا او المونتيزيشن وادسنس، ما تختارش كوبرايت، ما تختارش الكلام ده كله. تمام، اختار الرابعه. طيب هتكتب، هتقول لي هنا انت هنا قناتك بالانجليزي، هكتب الاسم عربي والانجليزي، هقول لك شايف تكتب الاسم بالعربي او بالانجليزي، لكن لازم اللي هتبدا بيه هتكتب هنا اسمك مصطفى مثلا، تكتب مصطفى بالعربي والاسم الثاني بالعربي، وبعدين تكتب رساله بالعربي. اوعى يعني ما تروحش تكتبها بالانجليزي. تمام، هتكتب الاسم الاول بالانجليزي، هتكتب رساله بالانجليزي، هتكتب باي لغه هتكتب الاسم برده بتاعك هتكتب قصدي الرساله بنفس اللغه. انا مثلا هكتب هنا بالانجليزي مثلا، اوكي ننزل تحت. طبعا الايميل ادريس تكتبش فيها حاجه، هنا الشانل يو ار ال عايز تجيبها دلوقتي تخش على الداشبورد. هتخش هنا هتلاقي الفيو شانل، هتعمل كليك يمين تاخد كوبي لينك لوكيشن وكده. تمام، بس كده راحت مننا الفيديو نفسه للاسف، هنرجع نجيبه تاني. ماشي، هاو كان وي هيلب يو، ثانيه هتكتب له هنا بقى اللي انا هكتبه لك ده، او لو تعرف انت عايز تكتب حاجه بالعربي، لو هتكتب عربي اكتب له المشكله بالظبط، هتكتب بالانجليزي اكتب له زي ما انا هكتب كده ذس فيديو ووز، او ممكن بلاش كابيتال، ماشي، was deleted from my channel and I don't know why. Please help me YouTube. تمام، بالشكل ده كده. تمام، بس هي دي الرساله اللي خليت يعني دي الرساله اللي بعتها لهم في الفيديو الاول اللي رجعوا لي. تمام، اباوت فيديو معين، تقول له ايوه، تقول له ياس، وتحط هنا الاي دي بتاع الفيديو. هنخش هنا مره تانية على الفيديو مانجر بس، والمشكله ان شاء الله تتحل معاك بكل سهوله. فالموضوع سهل جدا وبسيط، وان شاء الله اليوتيوب بيرجع كل الفيديوهات بتاعت الناس اللي اتمسح لها فيديوهات بنفس الطريقه دي، اللي هو طريقه ابلود فيلد دوبليكيت ابلود. الحمد لله المشكله اتحلت معايا، الحمد لله اتحلت معايا، كانت مشكله مضايقاني جدا لكن الحمد لله اتحلت معايا، ان شاء الله تتحل في الفيديو الثاني بتاع جروب مستر بومتك باذن الله. هنروح هنا ونعمل ده بيست، ولكن احنا هنمسح ده كله ونسيب بس ال11 حرف دول. هتقول له هنا نو no، او ممكن تسيبها فاضيه، وهنا بعد كده تقول له سند، احنا كتبنا كل حاجه تمام، قول له هنا سند. بعد كده على طول هتلاقي مكتوب لك ثانك يو فور يور ريكوست. بكده تمام، كده المشكله ان شاء الله تتحل معاك، لو فعلا كانت المشكله بسبب ابلود فيلد دوبليكيت ابلود، ولا المشكله اللي كانت ظهرت في وقت ما في القناه بتاعتي، كانت ظهرت على اكتر من فيديو كنت زعلان جدا، كنت نزلت فيديو عنها يعني بسبب ان انا كنت زعلان جدا فنزلت فيديو عنها، وانا طبعا كنت متضايق جدا. فالفيديو ده بس جاي بقول للناس الحل بتاع المشكله دي، الناس اللي كتبت مني لو لقيت حل للمشكله يا ريت تنزله، فهو ده الحل الوحيد ان شاء الله، حل مضمون 100%. هيرجع كل الفيديوهات اللي بنفس المشكله دي بالمشاهدات واللايكات بنفس كل حاجه اللي كانت فيها، حتى بارباحها هترجع. كان معكم مصطفى من قناه مستر بومتك، اتمنى الفيديو ده لو عجبك لايك الفيديو، وما تنسيش تعمل سبسكرايب للقناه لو كنت اول مره تشوف فيديوهات مستر بومتك. شوفت الفيديو، اشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. America, 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 America,